الباب الثامن والخمسون وثلاثمائة. باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.